أنا رأيي إن إحنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعا، بس يا إخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل. الأكل يبرد ولا إيه يا موة؟ موة الكابوريا المخلية دي بقى مزاجها عندها عطط، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا حشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامع. فتفتيها له ببقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك، شهر العسل هنقضيه كله في كان على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. احترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاعي نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا وريه يا شرشوحه. انت احنا اللي نلم نفسينا، يلا بينا اعتياط. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت تقطعت، انا اللي غلطان يا فارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا، عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. فين يا عبد الحميد؟ استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سياده اللواء؟ انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا، يلا. قابضين على رأفت وخدوها على الاسم. ايه اللي حصل فيها تاني؟ ابوس ايدك، ابوس رجلك تسعد. لو رأفت ما طلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رأفت اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادم هايله وكويسه ومحترمه. بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاجة انت عارف الستات دي اصلها اقدام. وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. أنا المرة دي هشتغل بجد.
مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ اه سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مساء الجاف. مساء الجواف يا اخويا. مساء محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره. زي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم الترباح. الحل واقف يا باشا. هم مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ قوة قوة يا باشا. عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شادي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا. وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو. اه ده نادي. اه مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا. جابوا ترفق. ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا. كنت شغال عند الجدع الحرامي شغل منصر اسمه محسن.